السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية ياريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. في البداية كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة. يبدأ التكبير من أول يوم في ذي الحجة، التكبير والتهليل إلى آخر يوم من أيام العيد الأضحى المبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ربنا تقبل منا هذه الأيام المباركة صالح الدعوات وصالح الأعمال، اللهم أمين يا رب العالمين. قبل ما اتكلم عن النادي الاهلي وبعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي والاخبار الخاصه بالانديه الاخرى وحلول الحاج عامر حسين لنادي الزمالك في البطوله العربيه اللي هنتوقف عندها شويه، اللي بيقول لك البطوله العربيه اقوى من البطوله الافريقيه. البطوله العربيه غير معتمده من الفيفا، بطوله وديه، بطوله وديه، لكن هنقول ايه؟ لكن والدليل الحل اللي بيقترحه الحاج عامر حسين حل كده يعني مشي حالك في ال... لكن قبل ما كان عايز توقف، الإعلام مشغول قوي بقصة السيدة صاحبة الفستان الأزرق. لو اتكلمنا بما يرضي الله في الموضوعات دي، المشاهد دي مش هتتكرر. المشهد ده مش جديد علينا، نفس القصة ونفس الأفلام ونفس الرأس ونفس الحوارات كرر مع المدرسة اللي كانت طالعة في رحلة مع زمايلها في مركب النيل واتطلقت واتصورت ورقصت رأس مبتذل، لكن طلع بعض الناس يدافعوا عنها وحقها في الرأس وهي حرة وهي مش عارف ايه وانت مش من حقك. لكن لو كان في رد واضح وجازم ان ده حرام، ما ينفعش الست ترقص وتتمايل وسط الرجال بهذا الشكل المبتذل، لا شرع ولا دين ولا اي حد يقبل هذا الامر. لكن البعض بيحب بقى ايه زي ما بيقولوا كده يتمحك. احنا عندنا شيء الله هي حرة يا اخي ما ترقص، العيب على اللي ناشر، العيب على اللي شير، العيب على اللي صور. لا يا حبيبي، يا حبيبي انت هنعمل زي عندنا في ماتشات الكوره مثلا، كان محمود علاء بيلعب مع الزمالك فانطرد وتصرف تصرف غير خاطئ وراح طالع خابط فيطلع طالع ايه، لا العيب على المخرج اللي يجيبه ازاي. يا عم العيب على الفعل، العيب على الفعل، في فعل، في حدث، انا راجل بتستهويني الاحداث، انا ببحث عن الحدث يا عم، ففي حدث فصورته نشرته. لكن لو ما فيش حدث هخترع حدث؟ في كمان اتكلم على حسب الشرع وعلى حسب الدين. لكن المياعة اللي احنا بنشوفها في الطرح وقصة بقى قصة حقها وحريتها وتعمل اللي هي عايزاه، وتعالي واحدة تانية من خربة البيت، تعالي مرفع لك عليه قضية، والمجلس الفلاني اللي بيعمل مش عارف ايه، انا دافع عن حقوق معرفش مين ايه ده. عشان كده المشاهد دي بنشوفها بتكرر مرة واثنين وثلاثة، لان بتضللوا البنات وبتضللوا السيدات والفتيات. لكن غلط غلط زي السيدة الأخيرة تاني، مش أول مرة يتكرر وهيتكرر، لأنه كله طالع دلوقتي يتمحك برضه نفس القصة. أصله هو إحنا عيب السوشيال ميديا ونهم السوشيال ميديا، مين اللي سمح نفسه إنه يصور وينزل؟ يا عم ده الفرح، هو الفرح مش بيبقى الناس بتاخد صور للذكرى وذكريات، اسمه فرح يا جدع. ده احنا بنشوف الفيديو بيجي يصور الفرح بالكامل، ده احنا كنا بنحجز زمان في الفيديو، شريط الفيديو كان يجي بتاع الفرح. ما اسمه فرح ليه؟ مش عشان الناس تتصور. على رأي واحدة طلعت قالت ده لو جوزها طلب منها انها ترقص بالحماس ده عمرها ما كانت رقصت لجوزها، يمكن ما رقصت، كانت ترفض ترقص لجوزها، وكانت يمكن ترفض ترقص بالحماس اللي الناس شافوه ده. يعني ترجع تقول لي اللي صور ايه ده، وده يا جماعة قولوا حرام، قولوا ما يصحش، ما ينفع. يعني ما في ناس بتقول لك غمض عينك يا عم وغض البصر، غض البصر ديني بيأمرني ان انا غض البصر صح، لكن غضي للبصر وهي بترقص هل هذا يعني ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبها؟ ايه ده؟ قول على الغلط غلط، انا هغض بصري، بس هل هي جايه بترقص قدام الناس عشان الناس تغض بصرها، ولا الناس عشان تشوف والحماق وتحب؟ بصرف النظر عن الكلام، بتكلم بصفه عامه مش دي في حاله دي في حاله، لكن كلمه ما يرضي الله قول لا يليق
لا يصح، ما ينفعش، مش عارف ايه، لكن اسيب الكارثه ولا المشكله لبسها للي صور. لا، هي المشكله عندك، ولازم نواجه الناس ونقول الحقيقه كده عشان المشاكل دي ما تتكرر وتتغير. بيتها هتخرب بشبه، لا بيتها هتخرب لانها ما حافظتش على من الزوجه الصالحه. اذا امرها الزوج امرها اطاعت، اذا نظر اليه سرت، اذا غاب عنها حفظت. مشكلتها لما تتطلق لانها ما سمعتش كلام جوزها، ما عرفتش طباع جوزها، ما عرفتش ان ده ان الدين بيقول كذا كذا. قولوا بما يرضي الله. احنا يا جماعه بقى في حاجات بديهيات في الدين، ها بقينا بنقعد ونتجادل فيها ونتكلم، المفروض انها معروفه يعني، لكن احنا بنرجع للخلف بدل ما نتكلم في امور مستحدثه. لا، ثوابت في الدين معروفه، بقينا بنتناقش زي اللي بيتكلموا عن الواد اللي قتل البت في الشارع وخد اعدام وتنفذ، دي كان بين على القبر بتاعه شهيد يعني، الله اعلم بقى شهيد. احنا ايه يا جماعه، ده قاتل، قاتل نفس عمد، ربنا بقى اعلم بيه. يعني ربنا القران بيقول من قتل نفسا بغير نفس فجزاؤه خالدا فيها. ما في، واخدين بال حضراتكم، ربنا اللي بيقول كده. ربنا بقى هو القادر انه ممكن يعفو عن اي حد بتاعته، لكن احنا بنتكلم بناء على الشرع. واحد قاتل نفس ما في الشارع على الملأ، نقول شهيد يعني؟ بتشجعوا الناس على نقول شهيد يا جماعه في ايه؟ نرجع تاني، معلش طولت عليكم، وفي ناس بتزعل قوي لما بتكلم في هذه الامور، سامحوني يعني غصب عني ببقى عندي كلمتين عايز اقولهم يمكن يفيدوني ونذكر بعض يعني. النادي الاهلي قفل الباب حول الاحتفالات والقصه انتهت. النادي الاهلي منع خلاص كابتن سيد العبيد منع اللعيبه من الظهور في الاعلام. كان في كهربا وحسين الشحات هيطلعوا مع عمرو اديب، ومحمد عبد المنعم كان المفروض يطلع مع منى الشاذلي، ومارسيل كولر مع اسعاد يونس. نركز، عندنا مباريات مهمه ربما فتره قادمه نشوف القصص ديت والحوارات دي يعني. هيجي لنا وقت ونحتفل تاني اكتر ان شاء الله بالدوري ودوري ابطال افريقيا. المترجم مارسيل كولر الدكتور خالد الجوادي، قلت لحضراتكم ان تليفونه اتسرق واحد راكب موتوسيكل، لكن هو الراجل كتب من خلال حسابه على فيسبوك بيعرف الناس انه لو جالك رساله مني او لقيت اي شيء مش طبيعي على الاكونت بتاعي يا ريت تقولوا لي علشان نلحق ونصلح. واحد الحسابات كلها مربوطه بالهاتف يعني، مرتبطه بالهاتف. قال لك راكب تاكسي دلوقتي واحد بموتوسيكل نتش انت لازم يعني تحط التليفون في ايدك وانت حاطط ايدك مطلع دراعك من الشباك. قال لك راكب تاكسي دلوقتي واحد بموتوسيكل نتش الموبايل من ايدي وسرقه، لو اي حد حس باي نشاط مريب من رقمي او اي اكونت ليه يقول لي ارجوكم. ده كلام الدكتور خالد. بعض الناس بتتكلم وبتطرح فكره النادي الاهلي بعد اقتراب، ولو ان الصفقه يعني هي لسه لم تنتهي بتاعت حمدي فتحي، وبعد ما النادي الاهلي زي ما طالب مبالغ ماليه ومارسيل كولر متماسك، لكن الفلوس هتحسم الوفق الوكره على اقل حاجه 3.5. النادي الاهلي ما كانش فيها ومكمل معانا، سننتظر ونرى يعني. كلام كتير حوالين بقى ايه خليفه حمدي فتحي في النادي الاهلي، والله لا امام عاشور، لا بوبو، لا نجيب مش عارف محمود حماده، لا كلام كتير. اتكلمنا في مفاوضات بوبو رقم واحد، وبعد كده حماده. بعض الناس قال لك ان امام عاشور، لو ان انا ضد فكره امام عاشور الاهلي اساسا ما اعتقدش ان يجيب امام عاشور. نفس القصه بعض الناس طرقوا يعني طرحوا فكره طارق حامد. طارق حامد يا جماعه من وجهه نظري راجل محترم ومهذب، لكن انا لا اراه لعيب كوره، انا لا اراه واحد بيخش بيد. معقول ان انت وصلت المرحله ان انت طب الاسماء اللي فاتت مقبوله وفي كلام من بعض مع البعض، لكن مستحيل طارق حامد سنه انا رايح اجيب لعيبه سنها صغير ولا رايح اجيب؟ فما ينفعش اي حاجه وخلاص. ميدو بقى شاغل نفسه وحاول مع نادي الزمالك، قال لك قبل كده قال على الدوري فاسد، واتكلم على الرعاه، واتكلم مش عارف ايه. دخل النهارده قال احنا بنعيش في دوري كرتوني، بعد الدوري الفاسد دخلنا في الدوري الكرتوني، قال بسبب توزيع حقوق البث بشكل خاطئ. طب ما تيجي يا ميدو كل واحد يسوق نفسه منفرد، يبيع البث بتاع مبارياته بشكل منفرد يا ميدو. مجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني مش عاوز يسيبنا في حالنا، اللعيب اللي نجيبه مش عاجب مجدي عبد الغني، اللعيب ده بيقول لك ايه؟ محمد عبد المنعم هيمشي. محمد عبد المنعم قال لك عنده عروض من الدوري الانجليزي، قال لك في احد الخبراء في الدوري الانجليزي كلمني عن لعيبه ارشحهم ليه، هو كانه هو بيعرض نفسه كانه هو وكيل مثلا، ارشح له ليه اسماء من الدوري ممكن ينفعه في الدوري، فانا رشحت له محمد عبد المنعم، وقال محمد عبد المنعم يعني هو اللي بيصلح للاحتراف العقليه بتاعته، وهو كده بدايته زي ابراهيم سعيد، لكن اختلاف العقليه بتاعته مختلف عن ابراهيم سعيد، وده اللي هيساعده
في الاحتراف، وبيقول ان محمد عبد المنعم هيكون الموسم المقبل او اللي بعده على اقصى تقدير محترف في الدوري الانجليزي. انا لسه قايل لحضراتكم فيديو سابق هيحترف، لكن مش لسه بدري، لسه ناخد منه شويه بطولات ويفيدنا شويه ونكون جهزنا البديل الكفء برضو. يعني بطولة افريقيا اللي هتقال تحت 23 سنة المنتخبات الاولمبية اللي هتأهل لأولمبيات باريس 2024 شارك فيها منتخب مصر، اولى مباريات هتكون مع نيجيريا يوم 25. تم اختيار الحكم محمد عادل علشان يكون ضمن حكام الفار بعد اعتذار محمود عاشور. محمود عاشور طبعا حبيبه اللي ماسك الحكام شمال افريقيا. بالنسبة بقى لقصة الزمالك واللي كان بيقول لك والله يا جماعة الخير عايزين بدنا نعرف، هل كانوا طرحين سؤال كده على خالد نادي الزمالك؟ والله بطولة افريقيا اقوى من البطولة العربية، نعم ام لا؟ طبعا كان موجود اللي طرحه جمال عبد الحميد اصلا مرة، قال البطولة الافريقية بطولة يعني مراحل كتير وبتروح وبتسافر عكس البطولة العربية، يعني ده كلام رسم احرجه في قلبه. مش بس كده بقى، السؤال الرد جه من عامر حسين. عامر حسين قال لك قصة القيد من عندنا ما فيهاش حل، قصة القيد عندنا لازم السنة الدوري ما فيهاش كلام. الحل اللي ممكن يكون لنادي الزمالك عند مين بقى؟ عند الاتحاد العربي او المنظمين البطولة العربية. قال لك هم لما قالوا من البداية ان احنا البطولة العربية في هذا التوقيت، قلت لهم هيكون فيها مشكلة. مشكلتها ايه؟ ان انت مش بس في الزمالك مشكلة، وكلامه منطقي وكلامه صح، مشكلة لكل الأندية، وتحديدا انت دلوقتي عشان اجي اشارك عندك في البطولة بتقولي قدم لي القايمة، فبجيب لك القايمة حلو، وتقولي القايمة بتاعتك 30 لعيب. طب في أندية لعبت من الأدوار التمهيدية والدوري كان شغال، هيكملوا ووصلوا لدور المجموعات، الأندية دي ظروفها ايه؟ ما هيجيها فترة القيد في لعيبة من عندها هتمشي، هل هتسمح لهم انهم يدخلوا لعيبة جديدة على القائمة بتاعتهم اللي انت استلمتها منهم، ولا هيلعبوا القائمة بتاعتهم ناقصة؟ ها ده سؤال مهم يعني. فبيقول ان الحل عند الاتحاد العربي خلاص يسمع النادي الزمالك ان الزمالك مثلا تعاقد مع لاعب مدة سنة اتنين، يعتمدوا العقد من خلال اللاعب انه يلعب معهم مع نادي الزمالك خلال العقد يعني. فزي ما تحس انه تعالى يا عم واحد مأجر واحد تعالى يلعب معاه الماتشين دول مباراة ودية، ويطلع واحد يقول لك اقوى من افريقيا واقوى من مش عارف ايه وبطولة فيها كريستيانو رونالدو وكمان كريم بنزيما على على بطولة ايه اللي كريم بنزيما ولعب كاس العالم للأندية لعبنا بريال مدريد بالكامل يا عم مجد يعني. لكن الحاج عامر حسين برضه بصراحة يعني رغم انه حل النادي الزمالك، لكن بصراحة أسعدني إن البطولة ملهاش أي 30 لازمة، اعتمدوا بالعقد، خلي اللاعب يشارك. ما جبتوا خمس لعيبة وادوا العقد للاتحاد العربي، خليهم يوافقوا لكم إنهم يشاركوا في اللعبة. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.